السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. مشاهدينا الكرام، مشاهدي شوف تي في مباشره معكم من منطقه الحي الحسني، نفس الحادث السير الغريب في شارع افغانستان قبل لحظات وصول رجال الامن. والغريب في الأمر أن فينا وثائق الكرولة والعود ديالو، يعني هذا الفرار اللي مول الكروسة والعود هرب. وصول رجال الأمن يشهدوا إجراءات ديال هذا الحادث السير الخطير. كما قال واحد الشهود ان مول الكروسه كان غادي وكيهز في العود، يعني بحال تيكابري الكروسه. الشخص من الدراجه الناريه خارج من الزنقه على اليسار وقعت الحادثه. عاودي باش ما دخلوا الماطر ما يداش دري شي كليس هو كان هنا خرجتي فيه الموتور غادي تسيري حدا قاود بغيت قاود بودرع الدروكري خلف كاميون من اللور شي بلاص كان هنا هذا
المشاهدين الكرام، حادث أليم في منطقة الحي الحسني كما تلاحظوا. نقل الشاب حلقة طائرة في مستشفى الحسني. صور رجال الأمن من أجل تحقيق في الحادث، يعني الغريب في الأمر هو مول الكروسة هرب بالعود وخلى الحادث سيرها، يعني معروف هو وضع سيف خادم. يوصل على الظهر من سالم غالب على بعينيه فهمتي. جابوا الكروسة عند السيد قالوا راه تلاقيت معاه ليه جاكي شمعان اي اي التمكيه باينه باينه. وكيفاش العودها غيكون دابا اللي دخل فيه تحقق القلب اه ربي ولا ويلي يقدر اول